يقيم مجمع إدريسية التعليمي المهرجان الثالث لعام 2024، ويتخلل المهرجان عدة أنشطة، منها حفل تكريم طلاب شهادتي الثانوية العامة والإعدادية تحت مسمى الحفل المهيب، وأنشطة أخرى موزعة على بقية الأيام. لمزيد من المعلومات تابعوني في هذه الجولة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من هم؟ مع اسمهم نريد أن نسمع لهم تحية إجلال وإكبار. أعرفتم من هم؟ إنهم المرابطون على ثغور المحرر، مجاهدون في جان الرؤوس. وفي هذا المقام أيضا لا نقول إلا غزة، نحن معك يا غزة بقلوبنا. الحمد لله موصولا كما وجب، فهو الذي برداء العزة احتجب الباطل الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما أمعن الطلبة على عن الوصف من لا شيء يدركه وجل عن سبب من أوجد السبب. أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم بأولى خطوات المهرجان، وهي عبارة عن تكريم للطلاب الشهادتين التاسع وبكالوريا. الحمد لله كان في إلنا حظ طيب، في كل عام نحن بيكون إلنا حظ، وهي السنة الحمد لله كان في طلاب مكرمين من قبل الوزارة، ونحن اليوم أقمنا هذا الحفل المهيب لحتى نحن نكرم طلابنا بحفل يليق بهم. هي أولى الخطوات اليوم. في عنا خطوات تانية وهي معرض البرمجة والروبوت، بكرة افتتاحه إن شاء الله. كمان كان نحن اليوم عنا افتتاح معرض كتاب، كان إلنا جناح خاص في الـ ETC عبارة عن كتب خاصة بمؤلفاتنا نحن لكتب طلاب هني مألفينا، نحن رح نعرضهم بمعرض كتاب، وبالإضافة إلى كتاب الحساب الذهني والآي كيو وغير الكتب اللي نحن موجودين فيها. في سوق الهدايا، هي سوق الهدايا للطلاب الأطفال وطلاب مدارس مجمع ETC التعليمية، اللي طول السنة كانوا عم يشتهدوا ومشتغلوا لحتى يوصلوا لنتيجة هي سوق الهدايا ليحصلوا على هديتهم يلي هي تميزهم وتفوقهم الحمد لله. وكان في عنا كمان معرض أنشطة إن شاء الله ضمن هذا المهرجان لطلابنا ونجومنا وأخبارنا. فقال الشاعر فيهم: قف أيها الشعر، قف أيها الشعر، بلغ أمة فينا. قف أيها الشعر، بلغ أمة فينا، واسأل بالينا وقاسينا. ما للنجوم أراها بيننا لمعت، ما للنجوم أراها بيننا لمعت. الداعم الأول إلى أهلي بالمرتبة الأولى، بعدين أكيد الأساتذة ما قصروا أبدا من ناحية أسئلة، مذكرات، معلومات. إن شاء الله إذا قدرت رح فوت كلية الطب البشري، لأنه هذا حلمي كان من أول ما بلشت. أصلنا يماما أبو بكر بمجموع 238. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحن في بداية مهرجان ETC التعليمي، يلي هو ابتدأ بحفل تكريم للطلاب البكالوريا والتاسع. بعد كل هالسنة الطويلة، تعب كتير كبير، جهد، صبر كتير كتير كبير بذلناه لحتى لنوصل لهاي المرحلة. السنة الماضية كنا من المتفرجين مع هذول الناس اللي هلأ متفرجين. اليوم نحن الحمد لله رب العالمين من المتكرمين بفضل رب العالمين. هذا التكريم هو كتير شعور كتير حلو، فرحة كتير كتير كبيرة الحمد لله رب العالمين. بهدي نجاحي طبعا أول شيء لأهلي اللي كتير كتير تعبوا معي، كتير ضحوا مشاني، كتير بذلوا جهد كرمال أوصل لهذا الهدف. تاني شيء بهدي لأساتذتي يلي كان ما قصروا معي أبدا بولا إشي، كان كتير
عملهم معنا كان كثير بإخلاص، يعطيهم ألف عافية ويجزيهم ألف خير. إيش بتوجه رسالة للطلاب المقبلين على مرحلة الرسالة للطلاب اللي جايين من بعدنا، الله يوفقهم وييسر لهم دربهم، هو إنهم يسعوا لوراء أحلامهم دون ما يردوا على أي حدا، يسعوا بكل جهد، هني بيعرفوا كل المتطلبات للنجاح، هني بيعرفوها، بس يكونوا صادقين، يمشوا بطريقهم بكل صدق. كلية الطب البشري، لأنه هذا حلمي كان من أول ما بلشت رحلة البكالوريا، وإن شاء الله إنه نكون. الطالب ماجد سميع بمجموع 233. تعبت كثير لوصلت لهي النتيجة، أولا فضل رب العالمين، ثم بهدي نجاحي لأساتذتي وأهلي الذي كانوا على طول جنبي وساندوني. أجل هذه الأمة الإسلامية جمعاء بإذن الله، والنصر لنا قادم لا محالة. الحقيقة أحلى جمهور. السلام عليكم، أنا اسمي بابا موضعة، جمعت 278. طبعا أنا جمعت هذا المجموع فضل رب العالمين وفضل مدرستي وأهلي الواقفة جنبي طول الوقت، ونشكر مدرسينا، ونحن هلأ بهذا الحفل لحد نحتفي بنجاحنا ونجاح فئاتنا. بهذا نجاح لأمي الواقفة جنبي، ونحن المستقبل يكون دكتور. لا لسه عم كملين إن شاء الله البكالوريا، لسه ما وصلنا بدنا إياه، نحن لسه بنص الطريق تقريبا، لسه علق لنا النص الثاني الأصعب. طبعا الطالبة شيرين حقيقة يجب أن تحيى 7 مرات، هي أم لسبعة أطفال، قهرت الظروف والمسؤوليات لأتت بمجموع مميز في هذه المرحلة. الحمد لله رب العالمين، والله فرحة كبيرة، الحمد لله، ما في أحلى من النجاح، ما في أحلى من التفوق، ما في أحلى من التميز. الحمد لله تعبوا خلال السنة ودرسوا وكافحوا وجاهدوا، ورب العالمين أكرمون بنجاح. الحمد لله رب العالمين، نحن كثير فرحانين بهالنجاح وكثير يعني متفائلين، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب ولكل الطالبات. احكي لي شعورك. الطالب والله محمد سيد عيسى فرحان كثير، يعني قد ما قضيت السنه كلها متوتره قد ما هلا انا فرحانه، لانه خصوصا يعني قبل ما بلش الفحص توتر يعني كثير بدي ما اعمل ضجه بالبيت، بدي هدوء، بدي احمد رفاعي ما ينقص شيء للبيت، بدي انه بس يكون الجو بده ما ينزعجوا، ما بريد حدا ينزعجوا. والحمد لله يعني كل ما قدموا مادي يخف التوتر، كل ما قدم يعني وقت بلش الفحص كل مادي يخفف لي توتر توري شوي لبين ما يعني انتهى الامتحان، والحمد لله هلا يعني الطالبه سنتين بكالوريا، يا ماما 238 وراغده 223. الحمد لله رب العالمين، انا كثير فخوره في اثنيناتهم. الله يبارك فيكم يا رب. الشعور لا يوصف، فعلا لا يوصف، شيء متعة، فعلا متعة. عبيل إن شاء الله كل طالب بنال اللي بيتمنى فيه، بيتمناه بإذن واحد أحد، شيء لا يوصف، متعة متعة لا ليس لها حدود. تعبت معه خلال السنة؟ والله تعبنا وهو ما قصر، يعني فعلا ما قصر، ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب، الحمد لله على كل الأحوال. إعلاميين، السادة الإعلاميين، فتنا وليس أمرا، احفظوا هذه الوجوه جيدا. هؤلاء طلاب مدرج كلية الطب لهذا العام. الحمد لله محمد نور، فرحة كبيرة إن شاء الله، وقال يتفوق إن شاء الله، والحمد لله شعور فرح واعتزاز، والحمد لله رب العالمين. راضي عن المجموعة؟ ايه الحمد لله، الحمد لله. الطالبة فعال
عمل اللي عليه والحمد لله الحمد لله. خلال السنة كيف كان تعذبت معه خلال السنة؟ لا الحمد لله والله يعني شبه شاطر وكويس الحمد لله. الطالب بيار الحمد لله، بس شوي كانت أسئلة صعبة والتصحيح كان أصعب الحمد لله على كل حال. كيف شايف الحفلة اليوم؟ والله مميز جدا الله يعطيه العافية والله ATC يعني معروف يعني معهد كبير الحمد لله. أنا رجال عطاء الله من جمع ATC التعليمية جمع 237 مليون.